السلام عليكم. كما عهدتكم جريدة أصوات أنها تناقش جميع مواضيع السياسية والاجتماعية، ونحن اليوم أمام حالة اجتماعية اللي غادي نسمعوا وقائع ديالها الآن، وما ننساوش على أن أصوات اشتغلت على ملفات مافيا العقار تحت ضوء رسالة ملكية. أنا ليلى، مرحبا بك في جريدة أصوات. عاودي لينا شنو وقع لك ليلى بالضبط مع الأخ ديالك؟ واخا بنتي شكرا لكم. الأخ ديالنا احنا دري خويا، احنا جينا من جماعة الخليشات عملة سيدي قاسم. دري خويا ميلود بالأحمر، وانا الاسم ديالي تريسيا بالأحمر اللي هي اخته، وكان الوالد عندنا واحد القطافي لحية 10 القطارات، واحد المسافة ديال السكن 750 متر. دابا ملي مات الوالد كان خلاو شي فلوس ديال الوزين ديال الشمندر، وملي خلى الفلوس في الوزين قالك ضروري خاص شي واحد اللي يتنيب عليكم باش يجيب هاد الفلوس ديال الشمندر. قلنا للدري خويا يتنيب علينا الكبير، قالك اختي انا ما قاريش ما عارفش. قلنا نديرو الدري خويا اللي هو سميتو ميلود بالاحمر، هو اللي قاري فينا وكيعرف هاد الشيء، مثلناه هو بحال الدور ديال با. وملي درناه موكل علينا دار علينا بزاف ديال الحوايج، حنا هاني ابناء باش ينوب علينا في هادشي ديال الفلاحه وفي سميتو في هادشي ديال الوزين الشمندر على حساب الفلوس. في التالي ما بينا والو، مشى دار لينا وكاله مفوضه ودار لينا بلا متنازلين على الاستفاده وبلا ما كتسالو حتى شي حاجه، وقال ورفض لينا كل شيء. قال دابا خويا خرج في الجريده الرسميه، وحنا ما عمرنا توصلنا بشي حاجه، ما عمرنا خرجت عندنا شي جمعيه ولا شي لجنه. قال لك خرجت لجنه الاقليميه، ما عمرها خرجت عندنا ولا توصلنا بشي برا. حسن ملي مشينا كنهضرو كان عطينا واحد القطار كنحرتوه، ملي مشينا هادي دابا شي ثلاث سنين قال لنا ما عندكم والو. قال خرج في الجريده الرسميه، مشينا للقياده كنديوه في القياده ديالنا الخنيشات عند القائد، جبد الملف لاحو لينا قدام القائد وقدام الرؤساء. قالك ها انتوما ملي شاف قالك ما عندكم حتى شي حاجه، راه كلشي خرج في سميته هو، انتوما ما تسالوا والو. سيروا قالك ما عندكم حتى شي حاجه، خرج في الجريده الرسميه بلا البلاد ديالو، ما سالوا معايا حتى شي حاجه، وسيروا ادعوا في ما عجبكم، ما تسالوا معنا حتى شي حاجه. وحتى الوالده من المراه ديالي امي اللي هي امه كبوره الشبابين، اللي هي مراه كبيره وكتعاني بزاف من مرض القلب مزمنه ومرض الطانسيون وعندها السكر، كتعاني بزاف من المرض، ما بقاش كاع يعقل عليها، ما بقاش كاع كيمثلها وكيعطيها حق، مكرفصه في العيشه ديالها، مكرفصه في الماكله في الفراش في الناس، واحد الحلالات ولا عليها ما تسبب. قال انت الا بقات قالت لوليدي السخطر ده جبدت بالزوله ديالها، وكتقول الله يرضى عليك وليدي، لا معطي لخوتك حقهم ونموت مرتاحه وانت راه بحالك بحالهم، شكون انت وشكون؟ قالها ما تزلتي في الهضره، قالها لا بقات تدير معنا هذا الشيء، رانا لحقك لدار العجازه، ما تسالوا حتى شي حاجه، البلاد ديالي وعليا الكريدي وعليا بزاف الحوايج، هانتوما ما تتسالوا والو، بلاد في سميتي انا، سيروا في ما عجبكم. جا عندو الدري خويا قالوا تعطيني انا خويا اللي هو سميتو الطيب بالاحمر، الدري الكبير عنده 12 ولد، قالوا ما كتسالش معايا.
سيروا طلعوا للرباط ولا سيروا تشكوا في ما عجبكم ما على فخالكم ركبوا، ما كتسالوا معايا حتى شي حاجه. البلاد ديالنا طلعنا حتى للقنيطره وكتبنا السيد الوزير وكتبنا العامل، ما كاين حتى شي حاجه، ما كان حتى تغيير. مشينا لعند درنا شكايه عند الوكيل، مشى طلعنا لعندهم كلاصاو لنا الملف، قال لك هذه الدعوه ما دايزاش، سيروا ديروا محضر وسيروا للمحكمه، ما كان حتى شي حاجه. وداو جينا لهنا عند نوفيس سيدي قاسم وطلعنا للقنيطره الاداره الكبيره والاداره الصغيره واللي كيدير عليها التعاونيه الامان المرضي، قال لك سيدي جبد لينا، قال لك ما بقاش دابا السيد القطعة الفلاحيه ديال الحسين بن بوشتا بالاحمر الرقم ديالها 23 ثلاثة شحال طيب 300 23 النمره ديالها 23. قال لك ما كتسالو والو، قال لك راه خرج خوكم في الجريده الرسميه فيك الدوسير، خرج دابا قال لك في 2016 ما بقاتش تسالو شي حاجه. الا مات هو من غدا تشدها مرته ولادو، وعينا مع من رغبوا فيه وعينا ما دير. ودابا كنطلب منكم واللي كيشاهد لينا وعاش محمد السادس، تنطلبوا من بليدتنا ترجع لينا، انا من الله ومنكم تطلب سيدنا محمد السادس تدخل لينا في هذه الامور. وبغينا البلاد حنا نستافدوا، وخلاها على الوالد الله يرحمه ومع حسن الثاني الله يرحمه ويوسع عليه، هو اللي كان دير هذه الهدايه ملكيه، دار 10 القطارات، دار الوزاعه، دار الفلاحه بتعاونيه الامان قياده الخنيشات. هو قال لكم ما كتسالوا حتى شي حاجه، البلاد خرجت في سميته هو. ودابا كنطلب منكم الله يجازيكم بخير، بغينا بلادنا ترجع لينا، الله يرحم الوالدين ومحمد السادس الله يجازيك بخير، الله يعلي مقامك، والله ينصرك، الله ينصرك، الله ينصرك وينصر الأسرة العلوية، الله يعطيكم وغلبكم على من عداكم. كنتمنى من الله من جلالة الملك رجع لنا ديك تحنا هذيك القسمة، تحنا راه ما عندناش وناس ضعافة وبزاف ماشي شوية، والوالدة راه مكرفصة، راه الوالدة الناس محسنين وكانت تعاونوا معها باش كياخذوا لها ليكوش. ما قادش تطلع حتى الاستوديو تصور معانا، راه جلست العيل تحت في الدروج لحقاش ما كتبقاش تهضر ما كتبقاش تزيد. ودابا كنطلب من الله ومنكم رجع لنا حقنا، حنا نشدوا حقنا اللي خلانا المرحوم، والله يرحمكم، يرحم الوالد ويرحم الحسن الثاني، وعاش محمد السادس، عاش الملك، عاش الملك، وعاش. السلام عليكم، انا طيب بن الاحمر، خو ميلود بن الاحمر، ومات الوالد الله يرحمه وخلنا واحد القطعه ديال البلاد 10 القطارات، وكنا دايرين الشمندر. وجا سيدي ملي توفى الوالد الهالك الله يرحمه الحسين بن الاحمر، درناه باش غادي درنا ليه النيابه باش غيتخلص عليه في ديك الفلوس اللي خلى داك الشمندر اللي كنا دافعين للوزين ديال بن القصيري. ملي دفعنا ليه درنا ليه النيابه باش يمشي يتخلص، باش نصب علينا دار لينا سيدي النصب والاحتيال، ودارنا باش كتب علينا الزور، كتب علينا الورق. ملي كتب علينا دوك الورق دار وكلاء علينا مفوضه، حنا اللي جا اللي قال لنا هنا كنسني، وملي سنينا ليه ومشى دار علينا داكشي اللي بغى وطعنا في ظهرنا. تخرجت ليه الوكاله في هذيك الوكاله مفوضه في شهر في 2016. دابا قال لك صافي ما تتسالوش معايا في الجريده الرسميه. الله ينصر سيدنا والله ينصر محمد السادس والامير مولاي رشيد والامير مولاي الحسن، وهذا اللي كنطلبوه من هذا السيد الله يهديه يرجع لنا حقنا. و اللي كنطلبوه من هاد الناس الله يرحم الوالدين توقفوا معنا يرجع لنا هذا السيد حقنا الله يهديه الله يرحم الوالدين. انا هذا ميلود خويا ميلود بالحمر دوار قيادة الخنيشات، وأنا جمع أختو بالحمار مجوجة في قرية بو محمد. وجا قال لي يا أختي يلاه تسني لي واحد الفلوس راه خلاها الوالد ديال الشمندر، دابا يلاه تمشي معايا تسني لي. جا ليا ركبني وجابني قال لي أختي راهم حبسوا علينا الخلصة. جيت أنا سنيتلو، من جيت سنيتلو لقيت خو أختي خويا الكبير طيب بالحمار والدريسية بالحمار والوالدة كبر الشبابين، جا دانا ركبنا واحد الكاتكات ودانا، قالك يلاه عاد سنيولي باش نشد ديك الفلوس. من شدها جا بقى اليوم غدا، اليوم غدا من جا ما بغى، من جيت تنقول له خويا اعطيني حقي الاستغلال ديالي، قال لي ما تتساليش، قال لي ما تتساليش وما عندكش معايا. قلت له علاش اخويا؟ قال لي هانتي سانيالي نصاب علينا دانا رزقنا.
دابا تنطلب من الله ومن هاد الشباب وجلالة الملك سيدنا يبين لنا حقنا، الله يشهر الحق. حنا ما عارفين ما قارين، حنا عاميين ما تنعرفوا اللي في ملبه. قال لك سني سني جمع راه على راسي علاش تنسني. هذا عنده طيب خويا عنده 12 ولد، اختي عندها 4 وليدات، انا عندي 8 الوليدات. تنطلب من الله تشوفوا من حالنا والحاله ديالنا، الله ينصركم ويزيد في ايامكم، الله ينصر سيدنا، الله ينصر سيدنا، الله ينصر سيدنا. امين. ايوا تنطلب من الله تشوفوا من حالنا. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.